عندكم حل واحد هو الفيك هو الميدان. لازم فيكتيف يكون قوي والميدان. نقولها لكم والله العظيم ودي زويت بليسيس غير يدو ويدو اكثر منا وخير منا وما يديروا لهمش وما يديروا لهمش هاد الصعوبه ولا التعجيزات هاد. باسكو لا باسكو مهيكلين منظمين مرجلين. حنا عشوائيين، حنا كل واحد يقول لك انا ما نخدمش مع هذا وما ندخلش مع هذا وما نديش معاه. بلا باقي لكم حل واحد، حل واحد هو الميدان. قادر تخرج على الميدان؟ الميدان اللهم بارك. ماكش قادر اخرج من الفيسبوك كل عاود بدل الفيسبوك واحد اخر وروح انبر على روحك وصاي قد قد. وخلي الناس اللي باغي تدي حقها خلي تبقى تشوف تكمل تكافح حتى تدي حقها. وخاوتي نقول لكم المناضلين ما تفشلش، ما تفشلش. ما حبوش يخرجوا ربي سهل عليهم، اخرجوا انتم في 80 في 1000 في 100 في 2000 في 3000 اخرج. ما تحبش ما تحبش ما تحبش حتى تدي حقك. مأمن بحقك وعافراك بلي تعبت وعافراك بلي خدمت هذه البلاد ادي. فهمت؟ باسكو لا باسكو الدوله هذه واش فيها؟ وزعما ما بقاش يقول لي راك زعما كتهضر تهضره مش مليحه على الدوله ولا على الحكام، نحكوا على الحكام ولا حاكمي البلاد هذه. ما بقاش يقول لك هضرت هضره مش مليحه ويبداو يعيطوا لك ويهزوك وكوفوكاسيون. ما راني نقولها لكم من ضرب. انا شفت حاجه واحده، شفت الدوله هذه لازم تدي حقك ولا باش تعيش فيها لابال فيتاك لازم تكون فاسق، تكون كيما بيلو تحرش على الفساد، ولا تكون كيما ذيك شابه سعاد هذيك اللي تقول هذيك اللي تغني الغبره بعيده وانا باغي نزيد. اللي يبيع الغبره بعيد وانا باغي نزيد. تسمى هذيك نورمال، هذيك تهضر نورمال الرب. تهضر تقول لي يبيع الغبره انا بعيد، والاخر يغني على الصاروخ، والاخر يغني على الطبسي، والاخر يغني على لي اومني ونورمال. ما هزوهم ما هضروا معاهم حتى شاو دراري صغار كي تشوفوا هكا يمشي او يلعب هو مسكين ما يعرفش بصح يغني لك غنيه تاع نتاع بيلو ولا تاع هذاك هذاك تاع ناني ناني ونتيري على عدياني. زعما المخنثين هذوك هذوك نورمال زعما ما يشوفوهمش، يشوفوك غير انت كي تهضر، شوفوك انت كي تهضر على حقك وانت تهضر في هضره وحقك مشروع يا دين الله قدام ربي سبحانه وقدام العبد. يشوفونا غير احنا، وكان جاو غير يشوفونا يشوف تاع اودي هذا مش بهم، هذا ما عندهم حقوق اروح دوك نفرزوهم. لا لا يشوفك ها كاع واش دير لي لايف والمسيرات وهذيك ما يشوفوهاش، تهضر هضره مش مليحه ارواحنا هذيك ما يشوفوك فيها. هو تشوفني انا وشوف هذاك اللي يغني هذاك الغبره بعيد مش عم يبيع الغبره بعيد ما شفتوش هذاك. يغني اغنيه زوز يضرب طوموبيل دي كابوطابل والسهرات للصباح ومنها. باسكو هذاك باسكو لا باسكو هذوك يفسخوا فاسقين ويفسدوا الشعب الجزائري ويفسدوا في البنات ويفسدوا في الذكور يخنتوا فيهم ويفسدوا ويفسدوا كذا وكذا. هذوك نورمال هذوك عادي هذوك. والتسويه اي باينه عندك عرف تدي عندك سوسو وشا ودليله تدي عندك صور تدي ما توليش فيها ملف ملف اثناء الخدمه وملف مش اثناء الخدمه. باسكو حنا ماناش في اوروب، راك في الجزائر، راك في الجزائر كلشي ممكن. وماش خاص نكثر على بالي كنت ندخل في واحد الواحد الهضره ما ينشاف محمد زعيم لاباس. وانا نقولها لكم انا حقي والله العظيم ورب العزه ورب اللي خلق الكون ورب اللي خلق السماء اللي رفع السماء من غير اعمده يا حقي نديه ونديه كما بغا هما بالعقل بالقوه يا ودي وندير الكوارث ندير واحد الحوايج اللي ما تامنش عقلك حقي نديه. انا اللي مامن بحقي نديه، انا خدمت نديه ندي حقي حقي نديه. تعطيني غير منسوب تعطيني زيرو انا ما نامنش بهذيك الامور، نامن بحاجه واحده نامن باللي نعرف باللي هذا حقي حقي من صندوق الموت هذا حقي. ومسحوها في السعيدة وسرق ومسحوها في فلان وفلتان ولا في العباس. اش درت انتم؟ ما درتوا لنا والو. حاجه ما درتوها. تعرف في طريق خشنا الريح تاع والو هي ما والله ما درتوا والو. قاعدين تعاونوا تعاونوا، اللي يسرق سرق تعاونوه، اللي فاسق تعاونوه، اللي خبيث تعاونوه، واللي راجل
ويحب بلاده صح ما تعاونوش. وقلنا لكم ألف خطرة يا ودي نتحداك لو كان عندكم وطنية كما عندنا احنا. وبصح واشني ولادي قسما بالله ما يسمى بالوطنية، والله ما يعيش في افريقيا اللعينة هذه نتاعكم وما يعيش في الجزائر الكل ويعيش في الأوروب. نحرقوا، ندخل انا نحبس ونحرقوا ونطلعوا يكره البلاد هذه، باسكو ولادكم عايشين بصواردنا وكل شتاكم عايشين بصواردنا. مملى علينا خاوتي، كان حاجة واحدة، كان الميدان. إذا باغين تسوية الميدان يا رب العالي باغي نفهم حاجة. بوعافية النهار اللي راح دار بلا ما يفهم تسوية آلية، وقلنا لكم وتحية، وبديت تحية الشعارات تحية، هاي تحية، هاي المخلفات تاع تحية، تحية هي تحية وصفك تحية، هاي المخلفات وراي المخلفات العدس 55 هاي المخلفات. وديروا فلاشين في مش عارف الحليب تاع 2500 5 تاع الصباح، وواحد يقتل واحد على جاش كاره تاع حليب. هذو انا ما فهمتش برك، راحوا الله دراس تاع واهر قال لك الباب قريب، يقول له حتى خرج لهم معصم مش عارف يجيب لهم لابوليس مش عارف في تيار الغاشي لهنا. يا خاوتي هذاك الفيكتيف على ما جيتناش يا الدولة تحب المعارض إذا باغي تفهم، اللي عاطيها الولاء الآخر هذاك الولاء أو في جنب هذاك لو تحوس عليه، هاو مد الولاء نورمال. وحنا ماناش معارضين زعما على أساس حكمك ولا ربي يسأل عليك أنا حكمك عيش تا وعيش فيها باسكو هما باغيين. أنا أعطيني حقي يا ودي وقسمها على 30، ربي يسأل عليك أعطيني حقي باش تدي حقك نوض اضرب على حقك اوف على حقك. عندكم غير حاجه واحده الميدان، اقسم بالله وكما يكونش الميدان والله ما تديو دور. وهذاك البغل نتاع بالعطار حاجه اسمه نهايه العقد ما كانش بطلب منه ما كانش من 92 مش عارف 2002 هاو قال دحماني يا ودي شبيك انت وش بيك مهلوس تبغي تبان برك وخلاص. شافوك الناس بنت وبارك الله فيك وتحيا وخلاص وشافوك وش باغي يخرب. انت واش ما كذبتش يوم ما كانش حوار يا دين الله يوم كان لقاء، واش ما كذبتش انت واش ما كذبتش انت الناس عندها امين هذه بطلب منه هي تخلص نهاية عقد بطلب منه عندها امين هي تخلص وكان اللي عنده عام ومن في مدني وش انه برك عنده ورقه قديمه هذا ما كان عنده ورقه قديمه برك ايه عنده ورقه قديمه قالوا ورقه قديمه ايه او هذا مرد مني كان قدام عطيه ما قالوا صبر ما قالوا انا التاديبي ما تديش وما قالوا تاديبي تدي غير انت وما قالوا تاديبي مجلس تاديبي ما تديش وما قالش مجلس تاديبي تدي غير انت وما قالش نهايه العقد تدي وما قالش نهايه العقد ما تديش. قال لك الملف نتاعك عندك ورقه قديمه اخينا خويا عندك مرقة قديمة مرض من سوق ايه اروح مرحبا بك تفضل ما عندكش خويا سامحني وما نبلغكش وفما كما تحب. هذا واش قالك خاوتي قسم الهدية تسوي بارطاجيو خاوتي اللايف على وجه ربي يخلي الناس كل تفهم هدية تسوي تسوي عندك ورقة عندك ورقة قديمة ايه هو في الفانتروا واش قال قال باللي يروح دير حتى سيرتافيكا باسكو هذوك 45 سنة السيد في البوست هذاك 45 سنة هو السيد هو يجزر تجي انت تحشيه قالوا لي خادم 7 سنين و10 سنين و12 سنة و14 سنة كاش من وكابران ديتنا كل سيرجان وقريون تلقى كابيتان مشطوب ولا يطنا مشطوب. شوف ابو العطار تاري بوند عليك فضيل هضر وقال هضرة نظيفة فضيل انت نط ما خليت ما بقي وقلت علينا احنا اش قالنا اتباع حشامه خلينا من الاخرى الزحف وما نيش عارف شنو تولي يوم الزحف تولي يوم الزحف داير روحك انسان مثقف وداير روحك قاري تبغل على روحك داير عرفت مش عارف من ياك جهد انت ماكش باغي تحشم ابو العطار. انت شوف يا خالتي قسما بالله ورب العزه كي هضروا مع اصحابه قالوا عليك تكذب
صحابه راهم معايا انا في اللايف، قالوا عليك تكتب وتجي تقول على الناس هكا نهايه العقل. قال ما نبيه غير شامخ، والله العظيم ورب العزه قسما بالله العظيم قال نبيه غير شامخ. حك ما تكل غيرها من شامخ انت؟ ها؟ شامخ دم ونسق وطني بالشرعيه. زيد حنا اتباع شامخ، رانا اتباع شامخ باسكو علاه؟ باسكو شامخ دا منسق وطني بشرعيه، وبصراحه مخ عليك محنك عليك يا فيات الخير منك هارب عليك في كل شيء. حاجه واحده فيه انه ياك عنده جنون العظمه، هذا واش كاين؟ حاجه واحده انه يخاف شيء من الميدان ومن انت دارك ما تخافش من الميدان. حنا ما نديوش ابو العطار، وحنا رجعتنا كفار خلاص، زعما يقيم علينا الحد وتكذب على جماعه التاديبي وتقول لهم. ودرت عليك لايف ديك الخطره واني نقولها لكم، شوفوا يا جماعه. قال لك ياسين مهداوي يقرا التعليقات، واش كاين؟ واش راني نشوف انا في التعليقات؟ ياسين قال يقرا له التعليقات برك. شكون هذا اللي واش كاين هذا نقرا التعليقات نشوف؟ ما فهمتش. هذا واحد طيح لنا هو بن مسعود رجال وقال له روح له للدار كان راك قادر إلا راك راجل. روح كمل كمل ما تتبعش التعليقات، خاطر كون تبعها تخرج من صلب الموضوع. روح كون تبع التعليقات تخرج من صلب الموضوع. أنا درت عليك لايف ديك الخطرة يا ابن عطار، تبدل القالب هذا العاي، القالب العاي، قالب تاع واش؟ باش تجبد جماعة التأديبي وحدهم، دير كلون واحد وخلاص، بغيت ديرها أنا في الصحراء وهو ما قدرش، تبا تجبد جماعة شنو؟ حنا رانا حار التعليقات نتاعي راهي كاينة معانا ابن العطار في دار إبراهيم، آه 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 ايه يا ياسين صحيح اني جاي تبايت جبت جماعة تأديبي وحدهم وتروح تضغط بهم في دار ابراهيم وتضغط بهم على وزارة الدفاع زعما باش يعيطولك فوت فوت ولا نشوف هذا فك من التعليقات. التعليقات كان بالعطا في دار ابراهيم واش قالوا الكابتن؟ ايه دوك نقولها يا ياسين. التعليقات كون تتبع على بالك في الميدان الساعه نلموها من بعد ساعه. ايوا بارك الله فيك يا اساميو. قلت لكم اخوتي بالعطا هذا واش باغي يدير؟ حكيم امين. او كشوا حكيم امين. قالوا انا عيط لي وقالوا ندير 92 دوميلي. عيط لي قالوا ما نمشيش معاك اللعبه. قلت لكم بالعطار هذا واش قال؟ واش دا واش باه يدير؟ هذا يا خاوتي انتم راكم تعرفوني من نكذب عليكم اقسم بالله. هذا واش باغي؟ باغي يجي يجبد جماعه التاديبي وحدهم ومن بعد يبقى يضغط عليهم باش يدخلوه. اورغانيزاسيون. سما الناس ما حاجبتش الاخرى. قلت لكم باش يعيطولو ويقول ما وديها كيف وانا وكنت سيرجون شاف وكنت الشكام نتاعكم وكنت ندير كلمه زوز يقول لك انا جبت عباس المدني تقول جابو من الجبل هو جابو من الدار هذه الحكايه شتو؟ مش عارف انا يقولها هذه هو ديما يقولها لا لا هو في الجزائر هو كي هو كي تلقى جدر يبدا من هناك وتشرجو تشاف وجبت عباس المدني منين جبت عباس المدني وانت جبته من الجبل ها انت طبطبت عليه وزيت وروحت وخلاص ايوا قلت لكم هذا باغي هذا باغي بالعاني باش يدخل لهم ويقول ما انا وكيفاش ومنا ومنا وانا احكي صح انا احكي انا تحكمت بالرشوه وحكموا عليا قريب 3 سنين حبس وخدمت منها 9 شهور حبس وديروا معايا وانا بوليدات وهكا وراني نسكت لكم الغاشي هذا هو بن العطار واش باه يدير؟ باه تبعوه هذا واش باه يدير بن العطار؟ هذا واش باه يدير؟ يقعد خطره زوز وينوض يدير النشا يبيكي واحد ولا يهضر في جماعه غير باش يبان يا بن العطار تا زيرو تاك راه انت مستواك منحط وزيرو تا بن العطار في دار ابراهيم معانا
مش قاش نذكر هذاك ديجا راه ذكروا ياسين وقال لك انت واش جاي دير يا اخي انت راه ما عندكش حق. قالوا يا اخي انت قالوا لك ما تديش واش جاي دير هنا؟ قسما بالله خوتي قالها له كيما وجه صفار هذا بالعطار واش باغي يدير؟ بالعطار تهضر علينا احنا تقول علينا احنا خدمان احنا شكامه. انا ما تابعين حتى واحد احنا كذا شوفها بالعطار احنا رجال عليك تاع الصحراء وفحول عليك مصوبين ومقاتلين عليك وما ننافقوش وما نكذبوش وما نبلعطوش ومش ندير على جال واش على جال شامخ نوض ندير انا هادشي ونكذب ونقول نهايه العقد ما كانش باش ينوض شامخ يعطاكي شامخ هارب عليك وبعيد عليك ما احنا شكامه دوك نعدك الشكامه شامخ بعيد عليك وهارب عليك وكان كراجل صادف انت وشامخ وهضر معاه مش كي ريبوندي عليك فضيل هو من حقه يريبوندي على لايف تاعك وقال لك اودي ما تقولش على نهايه معقد ما كانش عندنا احنا راه مخلصوا كنت تقول له يا اتباع شامخ وانتم تاع الجنوب شكامه احنا رجال عليك احنا كلاب ما كاش كلب قدك والله ما طيحت انا كاع فهمت انت حاشا الكلب اصلا على الاقل كلب وفي انت بغل وحمار وماكش بشر اصلا وما فيكش صفه الرجوليه كل يا ويجي نهار واحد نتلاقاو بالعطار هذه نديرها مليح في بالك انت بالعطار كيحاوزوك لجنه الحوار وانا نشفى لها كي جيتك الكلب وحدك في ضرب التسالى المرجع كي جيتك الكلب ومن بعد لحقنا البانو هارون وانت قاعد فم الباب بايديك في الكراج وتدخل تضحك وتتميسس ومنا غير باش تبان في اللايف احشم احشم راك كبير ولدك هو راجل ولدك هو راجل تهضر فينا احنا تقول احنا ماهيش رجال والله ما كانش راجل قدك قسما بالله حنا كلاب والله ما كانش ارخص منك ما كانش ارخص منك شوفوا يا جماعه التاديب هذا راه كذاب وهذا باغي يجبد قلت لكم جماعه التاديب باش يجبدهم باش واش باش يضغط هو فهمت بصح ما صدقتلوش بغيت دير انا في الجنوب كان جيت راجل وكان جيت قادر باش تعرف باللي حنا انا طارق الداوي وجماعة طارق الداوي والولائين تاع طارق الداوي وصحابي فهمت زعماء عليك زعماء عليك وما قدرتش ديرها بغيتها من بسكرة عيط قاعد انا فوزي ترغيني في ضربة نتاع جنازة محمد نتاع 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 بن مسعود على ام ربي يرحمها قاعدين وشفنا وفقنا بيك بلا حد يديرها في جماعة التأديب وما درت والو هضرت مع فوزي ترغيني قام بالمهمة تربح حنا صعابة عليك جيبها من بسكرة لطامر راس البشار حنا رجال عليك ها نتحداك تخرب في أي ولاية في الجنوب ها هاي بسكرة حداك عباك فوزي ترغيني وش يديرلك يعقد عليك اخر في بسكرة فوزي ترغيني يعقد عليك وكي نقول لك يعقد عليك صح وين حاب تخرب في رجله فوزي اللي يعقد عليك هو احمد وين حاب تخرب في تقرت ها خضران ومنصف وجماعة قاع يعقدوا عليك وين باغي تخرب عمار كيحل يعقد عليك وين تروح يعقدوا عليك بشار ياسين مهداوي يعقد عليك انت باش تهضر هضرة تاع رجال ودير لايف نتاع رجال وتقول يا خاوتي اروح نتلمو سوية راحت من الدينا راحت من يدينا وراحت كذا ولازم نديرو كذا ولازم نديرو كذا ولازم نمشيو ونعاودو نوضو هاد على فئة المشطوبين تاعنا وكان نعرفو روحنا نخرجو حتى في الحراك كل وندو حقنا حنا نعاودو نوضو لهم حراك من جديد نوضو وندو حقنا لا تقعد ها نهاية العقد هاو بيمن بيدو هاو كتبها بيدو هاو قال لي تحماني صاحبك كي الحرب رجل هو كي حارب الوطن كي الحرب رجل انت كنت حارب على الوطن ولا كنت حارب على تحماني يقول لي ها ماهوك شكام باين وبين ربي دعاوي تاع الناس ربي يخرجها فيك
12 سنه وما خلاكش ربي تكمل باقي لك 3 سنين وشاط بوك على الارض يا الرخص. ها هاو دحماني هاو قال لي دحماني يقول لك وين قالها لك دحماني؟ قالها لك هذه في المنام ولا جاك في المنام قال لك قول هذا الهضره. هاو دحماني هاو نهايه العقد هاو شام خيسه هاو من 92 ل 2002 انت اللي حركت جماعه 88 وانت اللي كذا وانت اللي نطش كم هذا امون جنرال من 2002 انا جبت عباس المدني ياك جبته من الدار عباس المدني منين جبته؟ جبته من الجبل. دقيقة خوتي سامحوني دقيقة يا واش هضره هضره نتاع رجال تقول لهم بعضانا وخاوتي لازم نشوفوا القضيه كيفاه. ولك تحيه عين العيون خويا يا صغير يبدي قلنا باش تهضر هضره نتاع رجال تقول عيب ولازم نلموا بعضانا يا ودي هاك وعد على الرب هذه مش بيه يا صغير يبدي قلنا تهضر هضره تاع رجال وتقول عيب ونلموا بعضانا لوان شاريس على نسيس روحنا راه تشعل النار يا لون شريف يخليها تشعل كاع تلهب ان شاء الله كاع نهز عليها. وعليكم السلام. قلت لكم خاوتي قلت لكم باش يهضر هضره ما انش عارف انا نتاع رجال ويقول اخوتي نلموا بعضانا ونديروا ولازم كذا ولازم نحسوا ولازم نديروا ولازم نديروا ونديروا اليد في اليد واللي ما ناش لازم نوضوه واللي ما خرجش لازم نعلموه كيف يخرج وكذا وكذا وكذا. اها قاد ها نهاية العقد هاني منا ها كتبت بيدك ها قدرت ها طحن هاك مانيش عارف واش وصرالك ها يا كبر شوية الرب العلي مانيش لاتي نقول لك حاجة انا والله ماني لاتي بيه ولا سامع بيك ولا تاع الجنوب هذا اللي قلت عليهم كلاب والله مو مسامعين بيك باسكو انت ارخص عباد الله وكان نزيدو نهضرو عليك تسمى راح نقيموك. انا غير درت اللايف هذا غير باش نفهم خاوتي جماعة تأديبي بلي هذا انسان كذاب ومنافق ما تتبعوش هذا ويمشي بالقالب هذا اللي باش يضغط باش يدي وهو والله العظيم التسويه ما توشي. كيدير ابراهيم قالوا هذا فهمت التسويه ما توشي خطيكم منه هذا ارخص عباد الله هذه هي اللي بغيت نقولها لك. ما احنا ماناش قاعدين له اه باسكو عندنا خدمه زيروات دايره حاله لغير منسوب دايره حاله شفت نقول لكم حاجه الا فات 150 واحد في النهار تسمى في 10 ايام شحال يفوتوا 1500 هكا 1500 هذو كان داو منها سبعه راه ملاح قسما بالله يا خاوتي ها هو الصح وراه الصح الرب العالي نلموا بعضانا الصح لازم نجيو ونشوفوا كيفاش نعبك نوحدوا الصفوف نعاودوا نهيكلوا روحنا تهيكله صحيحه نخرجوا خرجه صحيحه ها هو الصح كيفاه كي نخرجوا له ب 10000 ولا ب 15000 فهمت ولا في 20000 ولا 30000 وقال اخويا احنا قاعدين لك هنا انت الرئيس قاعدين لك هنا وهاد البلاد هذه ديما نقولها لكم البلاد هذه مش تاعهم هما يا البلاد نتاعنا كل ندو كل ولا خليت من شعب واش صرا لها الكل فهم قال اخويا قال انت ماكش خير مني انت ولد بلاد انا ولد بلاد انت جزائري انا جزائري انت فاش خير مني انت عايش في القصور وانا نطايش قول لي انت فاش خير مني بر يا اخي انت مش عارف درناك حنا اقبلنا جابوك اقبلنا بيك اعطينا حقنا وهذا حقي مشروع انت ماكش خير مني انك ولدك باش يعيش لابال في